خرجنا بقى فكره الخروج بقى عن القواعد في العالم كله. الخروج عن القواعد ايه؟ النادي للاسف بيدفع ثمنه وبيحرم من مشاركه جماهيره. اكيد انت فاكر وكلنا فاكرين اللي حصل في انجلترا في نوادي كتيره جدا حرموا من فكره الجماهير. خلونا ناخد المثل بتاع انجلترا عشان الهوليجانيزم التشجيع اللي كان فيه اتلاف الممتلكات وعنف ده. انجلترا لها تجربه رائده جدا في تفكيك هذه الروابط وعملوا عنها يعني ريسيرش كويس جدا ووصلوا لنتيجه انه الجمهور الانجليزي دلوقتي بقى اقل عنفا على الاقل العنف المنظم. فكره الالتراس محتاجه تتناقش على فكره. احنا ده سياسه ولا كوره ولا تنظيم سيربي ولا روابط علنيه؟ بس تجهيز الملاعب اللي احنا بقى لنا 5 سنين بنتساءل هو ليه ما تمش لحد دلوقتي. تجهيز الملاعب هو الحل الاساسي لكل هذه لا هي مش قصه تجهيز ملاعب. احنا هنا اللي حصل التزام وتكسير وكذا ملوش علاقه بالتزام بالخروج. تجهيز الملاعب ده جزء منه. الكاميرات اللي بتصور كل حته في المدرجات ده لازم يكون متصوره معايا. متصوره اذا ما تصورها يبقى مجلس اداره النادي ملوش علاقه بالموضوع. بالظبط. طيب خلينا نرجع لموضوع اخر. طب ما لو انا شايف واحد بيكسر وما اعرفش هو مين ما هو لازم يديني قاعده البيانات عشان اقول ده اسمه ده. كل التذاكر اونلاين موجوده اصلا بتسلمها.